فرحتنا برمضان مع سداري ميزيدور اللي كيهديكم على كل مترو خديه ميزيدور الخاصه بالصالون والمعروفه بتوب ميزيدور. عرض صالح الى 7 يوليوز. ريشبوند يا سلام. الفاجات بوركون انا ما غاديش نقول لك ان كنت حاضره، فانا ما كنتش، كنت خارج الوطن، ولكن على حسب الدراسه ديالي في الملف، لان انا يعني الملف خصني حتى انا، يعني انا رضيت فيها الاب ديالي. دونك انا ملي تنقرا داك الملف تلقى ان اول حاجه تعطات لها قيمه هي المطرقه المغربيه. المطرقه المغربيه اللي ولات تطيح العمارات، وهذا تيقول لنا ان في المغرب بلا ما نبقاو نجيبوا الشركات ديال الديموليسيون ولا شي حاجه، نعيطوا على بني صحيح يضرب لنا واحد مولات العماره قديمه وغادي تردز الارض. هذا غادي نديروا واحد الاقتصاد كبير. هذه اول حاجه المحتفظ الملف. ثاني حاجه هو ان الشهادات اللي تعطاو في هذا الملف منهم شهادات حقودة ديال الحقد ديال الإنسان، يمكن ما خداش ميراث ولا شي حاجة، شهد باللي الإخوان ديالو زعزعوا شي بوترة. هنا كنطلب من السلطات ولاش ما عيطوش على الناس اللي كانوا ساكنين في البارتماس ديالهم في السفلي، يقولوا لي مش بصح تزعزعت عندهم شي بوترة، حنا غادي نعرفوا أنها لا ما تزعزعت حتى شي حاجة. كيفاش أن السلطات ما خداتش بعين الاعتبار أن هناك شاهدة تقول باللي هذه 4 سنين جا عندهم القيد والمصالح المخزن كيف قالت هي، وقال ليهم تخرجوا من هذيك العمارة راها عائلة للسقوط اللي هي العمارة 31، وباللي أن هذيك العمارة كانت تعاني من المشكل ديال الواد الحار، يعني كانت عندهم المطمورة كيف نقولوا بالدارجة ديالنا، ما كانش عندهم لي كوندوي لا كاناليزاسيون ديال الواد الحار، يعني كان مشكل تما حقيقي، بقات كل واحد تياخذ فيه الرشوة وساكت عليه اللي هو أدى لهذا الانهيار. وثالثا علاش هاد السلطات ما خداوش بعين الاعتبار نجيبو دوك العمارات بثلاثة ونديرو ليهم واحد الدراسات الاساس ديالهم بالضبط اشنو كان طاري فيهم، ماشي نمشيو ناخدو غير شهادات الناس، هادوك راه شفارين، هاداك راه حيد بوترة، هاداك راه دار هادي. يعني مني شت انا الملف ما فيه حتى شي دراسة تقنية، يعني هاد الملف يحكم على ناس ابرياء حساب القول ديال الشارع، حساب هذا قال وهذا قال، يعني هذا القاضي راه ما قراش الورق ديالو، ما قراهمش بتاتا، لان في الورق القاضي كاين المقدم حاله باني تيقول باللي هو جا العماره 31 وقال لهم ان عندكم كاين واحد المشكل ديال الواد الحار، اضطر به انه يدير واحد الشكايه ولا يكتب محضر في المقاطعه اللي تخرج هذاك السيرفيس اللي تنقولوا له سيرفيس ديجيان، يعني المكلف بالتطهير ديال الواد الحار. هذه من ناحيه، ومن ناحيه اخرى انا تنقول ان القضاء خصو يعاود يعيط على الاطراف كلهم ويسمعهم، يعاودوا دوك الشهادات اللي قالوا منهم السيد اللي دوى على الواد الحار اللي تقول كان يعاني منه وكان عنده انهيار في الارض ديالو، يعني كان عنده واحد الانهيار، يعني كان تيزطم على الارض ديالو استهوى به حاشاك وسط الزباله، يعني كيفاش هذا ما خديناش بعين الاعتبار. هذا الشيء كلشي ما تخاتش في الحقيقه بعين الاعتبار. من حضر سيدنا المحل ديال الفجيعه، سيدنا ملي قال لي ما نعطيكم التعويضات نادوا الناس ضربوها بسكته سماريه، قال لي ضربوها بسكته سماريه وخليهم يكونوا اخوهم شاهد فيهم، سكتوا خليهم هما عندهم ما يتمخمخ، تنبي معك بصراحه حنا عندنا ما يتمخمخ، قال لي قول لهم هما عندهم ما يتمخمخ حتى حد ما يهضر، هما كاين فيهم ما يتسيزا الاخرين ضعافه، يعني انسان خليه يطيح البقره في المغرب تيتمضى الجناوة. هذا هو اللي وقع في الفجيعه برقود، ولكن الفجيعه راه ماتوا فيها ناس ابرياء ودخلوا فيها ناس ابرياء للسجن وتيستافدوا منها واحد الكذابين دابا باستفاده ان غادي نقولوا هاد القاضي ناض حكم لواحد المحامي واحد تعويضات للكليان ديالو خياليه، حكم تعويضات خيالي لواحد المحامي بوحدو عنده واحد جوج كليان والناس الاخرين عطاهم تعويضات كوسي كوسا. دونك هاد القضاء تنطلبوا منه ماشي شي حاجه كثيره، كاد الناس عزيز عليهم يبانوا في التلفازات، يجيبوا لينا هادوك الناس يجلسوا لنا قدام الكاميرات ويهضروهم لينا ويقولوا لنا بالضبط هاد الشهادات اللي اداو هاد الناس وقالوا ليهم هذا حيت بوتري، عاودوا يجيبوه لينا عاودوا يقولوا لنا نفس الشكل. المقدم اللي قال انه راه لقى المشكل في الواد الحار هادي سنين عاودوا يجيبوه لينا، يجيبوا لينا المره اللي قالت انها راه دارها كانت عائله للسقوط وجات الحكومه قالت لها خرجي، وهي قالت لك ما رضاتش وما بغاتش تمشي، راه كاينه راه كاين فيديو ديالها. نطلبوا من هاد الناس باش يكونوا نزيهين في هاد الملف، على وداش كاين اطور ديال الجماعه راهما داروا امراض نفسانيه، كاينين حنايا حنا راه درنا امراض نفسانيه، كاينين الناس مظلومين راه مليوحين تيموتوا، جوج ديال الخوت ديالي تيموتوا، واحد ايطار بنكي يعني ما عنده علاقه لا بالمطرقه لا بينسا هادي الاولى، واحد الواحد تاهو ايطار في التامين ما عنده علاقه تاهو لا بالجفاف ولا بالشطابه. دونك كيفاش هاد الناس غنحكموا عليهم بهاد الضياع كله؟
ونديروا براسنا زعما رحنا سالينا واحد الملف وحكمناه بالنزاهه حيت موراه سيدنا، سيدنا الله ينصرو، سنطلب منه انه يرجع لنا هذا الملف للواجهه ويطلعوا اللي يطلعوا لنا الفوق، ويعيط على المسؤولين ويعيط على داك السيد ديال الولايه اللي ناض هو تيتجر هز الناس في الطوموبيله بريفي ديالو، بحال حنا الدوله المغربيه فقيره وما عندناش طوموبيلات المخزن اللي تدي المساجين، تيهزهم في الطوموبيله بريفي ديالو وسد عليهم دوك السواقط وتيديهم وتيدخلهم في عكاشه بحال البقر. وفوق هادشي كلشي انا نتجه للمقاطعه ونقول لهم عطيوني واحد الورقه تدل ان العماره ديالنا راه انهارت، وعطيوني الورقه باش نصوب الحاله المدنيه ليا ولخوتي. تيقول لي القايد سيري عيشي مع بوليزاريو، مابقاش عندكم الحق باش تعيشوا نتوما في المغرب، خصكم تمشيو عند بوليزاريو. ولا قال لنا هاد السيد نمشيو عند بوليزاريو، تنتمنى من السلطات يسينيو ليا واحد الفيزا باش ما نعاودوش ندخلوا المغرب وما نعيشوش فيه ونمشيو نعيشوا مع بوليزاريو. وعلاش لا، بما ان المطرقه هرست العماره المواطن المغربي ما بقى عنده حق. لا اله الا الله محمد رسول الله. انا سنطلب ان هذا الملف يتعاود يتفتح للتحقيق، وباش الناس ياخذوا بعين الاعتبار الحقيقه امام الله سبحانه وتعالى، وينساو عليا الرباح والملايين. وسكت نتايا راه غادي تربح شي حاجه، وانت كنتي جالس في العوينه شاد مرسيدس تتهز بها البضائع وليتي فرحان باغي تعود عندك ملايين، وراك باقي خدام اليوم بالمرسيدس تاعك، يعني ما طرات لها حتى شي حاجه. وتصدم الحقيقه راه الفيديو فيها نفسك انت تتهضر وتتقول باللي الدار ديالك تتنهار في الواد الحار، والناس اللي كاتمين الحقيقه والدار ديالهم كانت راشيه. وراه اللي شفنا في الصور تنشوفوا ان 31 صدمات فوق 27 في التراجع ديالها، وخرجات فوق 17 اللون ديال الحيط الاحمر راه 31. دونك الا جبنا شي اكسبير من برا الله يجازيهم بخير، راه واقيلا راهما عندهم مدارس ولا تيظهر اللي حنا راه ما عندناش. دونك غادي يجيو غادي يشوفوا شكون هي العماره اللي جات فوق العمارات 27 راه تلاحت في الزنقه حيت هبطوا عليها العمارات الاخرين بجوج ثقالات وراشيات، المعالم ديالهم تمحات ما بقاش ليها الاثر لانهم كانوا راشيات وعامرين بالدور بالبيوت تاع الصافيح وعامرين بالسكن عشوائي. اما لا شفنا فوق السطح ديال 27 راه كاين بيت الصابون، بيت الصابون راه ما تيسكنوش فيه الناس، والغطه ديال الدروج. ولا اله الا الله محمد رسول الله. فنتمنى من سيدنا الله ينصرو باش يعاود يخرج لنا هذا الملف، باش يعاود يشوف من الحقيقه ديال هاد الناس، راه غادي يضيعوا ناس مساكن ما عندهم حتى شي دن في هذا الشيء كله. والله يرحم الاموات كلهم اللي منهم نيت الاب ديالي، وراه ماتوا نيت في هذا الشهر، وراحنا سنتحسروا عليهم كلهم، سنتحسروا نيت على بنا مسكين اللي ضاع، وداك الشيء اللي تيتقال كله راه ما كاينش منه. ويعاودوا يعيطوا لنا لنفس الاشخاص، لان شخص كان محكوم عليه بالافراغ، العماره 31 كان مولاها تيحكم على الناس بالافراغ، تيقول لهم العماره عائله للسقوط، راهم مزلعين راه المقدم تيعرفهم، يعاود يجيبهم راه غادي يقولوا ليه باللي مول الدرجه لينا، وقال لنا خرجوا راه العماره راه غادي تسقط عليكم الا ما مشيتوش في حالتكم. وخواهم وناضر قع العماره ديالو ودور مع السلطات ودخل كراين بالغلا. ورا الناس اللي ماتوا فرحوا حيت سكنوا في برخه في بورغون، وما في الحقيقه راهم سكنوا في الموت، هذيك العمارة كانت عمارة الموت. قبل ما تخرجوا تابوناو في لاشين ديالنا سوغ يوتيوب وبارطاجيو لو كونتوني في لي ريزو سوسيو، وبلا ما تنساو ديروا جيم. ولا بغيتو تشوفوا شاشة شوف تي في، ان سامبل كليك في هاد لو بوتون، وما فيها باس الا خليتو شي تعليق تعبروا فيه على ارائكم اقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم.